السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي المشاهدين، أحييكم أجمل تحية في حلقة جديدة من برنامجكم الشعب ينتظر. نظرة على الاقتصاد العراقي هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم، فابقوا معنا. الاقتصاد العراقي ما له وما عليه في نظرة عامة تشارك فيها هذا اليوم بصحبة كل من الأستاذ الدكتور همام الشماع الخبير الاقتصادي. مرحبا بك دكتور. وأرحب أيضا بالدكتور خطاب الضامن الباحث والاقتصادي. مرحبا بك دكتور. مع الأستاذ الدكتور همام الشماع أبدأ. 15 سنة من الهدر، الفساد المالي، الميزانيات الانفجارية، الميزانيات التي ذهبت على التسليح، خسائر ما بعد داعش، كيف ترون الاقتصاد العراقي بعد هذه السنين؟ تفضل سيدي الكريم. يعني أشرت إلى أموال ضخمة جاءت للعراق بعد 2003، لم تدخل في تاريخ العراق بهذا الحجم كميات من الأموال مثل ما جاءت بعد 2003. نعم. وهذا ما يثير لدى المراقبين والمواطن بشكل خاص أنه لماذا لم يتحقق أي تقدم ملموس، بل على العكس تحقق تراجع ملموس في أوضاع الاقتصادي. أين ذهبت هذه الأموال؟ في قنوات التواصل الاجتماعي يتداول البعض عن سرقات بلغت 500 أو 600 مليار. طبعا هذه أرقام غير دقيقة وغير صحيحة، يعني سرق أموال ولكنها لا تتجاوز، وهدر أموال لا تتجاوز عن 100 مليار ربما بأحسن أو بأقصى. إذن أين ذهبت الأموال فعلا؟ ولماذا يعني لم يتحقق شيء للمواطن العراقي؟ لماذا لا يزال جزء كبير من شعبنا يأكل من القمامة، يعني أو يبحث في القمامة حتى يأكل حتى يعيش؟ لماذا لم تزل تلك المظلومية التي كانت قبل 2003 وكان هناك من ينادي بها مظلومية الشيعة، ازدادت هذه المظلومية بعد 2003 وتفاقم الأمر إلى حدود كبيرة؟ كيف نفسر هذا الوضع؟ في الواقع يعني الديمقراطية أو الديمقراطية التي تم تأسيسها في العراق قبل أن تنضج ظروفها، الديمقراطية ظروفها بد أن تنضج، وهي لا تزرع بقدر ما تنبت في أرض يعني تستطيع أن تستوعب هذه الديمقراطية. زرعت في غير بيئتها، وزرعت بصيغ لا تتلائم مع أوضاع الشعب العراقي، فأصبحت ديمقراطية أو إذا جاز لنا أن نسميها الديمقراطية وسيلة من وسائل هدر الأموال. كيف؟ أقول أن القابضين على السلطة يستخدمون المال من أجل البقاء في السلطة أو من أجل تحقيق اقتراب إلى السلطة. فإذا المال السياسي بدأ يهدر سواء بشكل توظيف غير محدود غير مدروس وبشكل بطالة مقنعة، وهذا ما استوعب الكثير من أموال العراق. يعني الميزانية يعني أكثر من 70% من عدها يذهب إلى الرواتب والأجور، دولة موظفين، دولة موظفين عاطلين بدون إنتاجية. وهذا من نتاج الديمقراطية. هذا لا يعني فقط في الوسط والجنوب، وحتى في كردستان كذلك الحال. يعني نسب التعيينات والموظفين في الدولة إلى الشعب أصبحت كبيرة جدا، وهؤلاء الموظفين بدون إنتاج. وطبعا هذا يعني أن الموارد تهدر. أيضا هنالك بذخ وتبذير وهدر للأموال بشكل مظاهر دينية، مظاهر
سياسية، مواكب كبيرة، سيارات فخمة، امتيازات تمنح للقابضين على السلطة، يعني عندما يتنافسون ويبذلون الأموال ليصل إلى مجلس النواب أو إلى الوزارة يحاول أن يستفيد، يعني لا يدخل إلى أبواب السلطة من أجل أن يخدم الشعب، ولكن من أجل أن يحصل نفسه ومصالحه على الرواتب العالية والامتيازات والتي هدرت هذه الموارد. إذن بعد 15 سنة ساء الوضع في العراق. لم يفكر السياسي الذي جاء إلى السلطة والذي قبض على مقاليد الحكم في أن يبني اقتصادا من أجل الأجيال القادمة، لأن معظمهم يحملون الجنسية المزدوجة، معظمهم لا يثقون ببقائهم في السلطة، معظمهم يعتقدون أنها فرصة مغنم، خذ وأهرب. السلطة مغنم أن تكون خذ وأهرب أو خذ ما تستطيع. طيب. ومن ثم أنفذ بجلدك إلى مواطنك الأساسية. نعم. دكتور خطاب، الحكومات المتلاحقة على العراق إلى الآن ليش ما أوجدت معالجات للأزمات المالية اللي مرت؟ وطبعا الأزمات هاي الاقتصادية. نعم. ومن خلال كلام الدكتور همام يبدو أن الموضوع أصبح كرة ثلج. نعم. ويبدو أنها أصبحت تراكمية هذه الأزمات. نعم. فهاي الأزمات ليش إلى الآن الأنظمة المتلاحقة ما بعد 2003 ما أوجدت لنا صيغة حل، بقدر ما أنه الموضوع أصبح يكبر شيئا فشيئا حتى وصلنا إلى هذا؟ نعم. الحقيقة فشل الحكومات اقتصاديا يرتبط بطبيعة الاقتصاد العراقي. الاقتصاد العراقي يتميز عن غيره من الاقتصاديات النامية بالأحادية. الاقتصاد العراقي قائم على مورد واحد هو صادرات البترول. أعتقد الفترة التي جاءت بعد 2003 بعد الاحتلال الأمريكي وانهيار الدولة العراقية صاحبها فتح للحصار الاقتصادي الذي كان يمنع العراق من صادرات البترول، فشهدت كميات البترول وإيرادات النفطية زيادة مطردة ومستمرة. نعم. وبالحقيقة بالرغم من ما تفضل به الدكتور من مظاهر الفساد والفساد السياسي والفساد المالي وبرغم من كل ذلك كانت لها آثار إيجابية على المواطن وزادت الرفاهية بالرغم من كل شيء، وزادت معدلات الاستهلاك لدى المواطنين بعد سنوات طويلة من الحرمان أثناء الحصار الاقتصادي. لكن أرجع إلى النقطة الأولى، هي السبب الرئيسي هي طبيعة الاقتصاد العراقي. أنت موردك الاقتصادي إرادة قائم على تصديرات النفط أو صادرات النفط، فكل هزة كل تحدي لأسعار النفط عالميا تتعرض إلى انتكازة. قبل أن أسهب في موضوع طبيعة الاقتصاد العراقي واعتماده على البترول وأسعار البترول وانخفاضه وأسعارها، لابد الإشارة إلى الوضع السياسي كما تفضل الدكتور همام، الغير مستقر والوضع الأمني. لا ننسى كنا منذ 2003 الأعمال الإرهابية المسلحة التي واكبت تشكيل الدولة العراقية. نعم. واستهداف قوات الأمن واستهداف يعني كل من يعمل لبناء العراق. كنا لنا شهود كيف استهدف الإرهاب شركات المقاولات، شركات. نعم. البناء، شركات الأعمار. كل هذه المعطيات كلها ساهمت في تعثر التنمية الاقتصادية المنشودة للعراق والتي يستحقها العراق كبلد يأتي في طليعة الدول النامية بموارد بشرية هائلة حيوية، بموارد اقتصادية، بموارد مناخية. نعم. زراعة، كل المعطيات كانت تؤهل العراق لأن يحقق قفزات اقتصادية كما شهدت بعض الدول النامية المشابهة فترة الحصار اللي عشناها احنا كعراقيين. أنا أذكر. نعم. طلعنا من إطار الدولة المنتجة للنفط واتجهنا إلى الزراعة وقدرنا نوعا ما. نعم. أن نحمل أنفسنا كعراقيين. لكن إحنا اليوم وإحنا قاعدين نسمع بالتهديد، التهديد الاقتصادي هذا اللي. نعم. اللي كنا خايفين منه. إحنا اليوم عيوننا أمام سعر برميل النفط. اليوم. نعم. كل العراقيين يتابعون إيش قد راح يصير سعر برميل النفط. نعم. لأنه كما أسلفت الاقتصاد العراقي يقوم على مورد واحد هو البترول. البترول يشكل ما نسبته
6 إلى 97% من صادرات العراق الكلية للخارج، يشكل ما نسبته 86 إلى 85% من الإيرادات العامة. فبالتالي أي انخفاض بأسعار النفط، أسعار البترول العالمية، يؤدي إلى أزمة اقتصادية خانقة. وهذا ما حدث بالفعل عام 2014. في النصف الثاني من عام 2014 انخفضت أسعار النفط من 100 من معدل أو متوسط سعر 109 دولار للبرميل إلى 30 دولارات. فنقدر نقيس حجم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد العراقي ما يعادل 75% من الإيرادات العامة. لكن يمكن دكتور هو يوافقني بالرأي، احنا اساسا عندنا مشكلة بالتخطيط. بالتأكيد احنا ما عندنا تخطيط اقتصادي. لو عندنا تخطيط اقتصادي، يعني سأتكلم لا عن 15 سنة، سأتكلم عن ما قبلها، ربما اعود الى ما قبلها. تلك الفترات لم نكن نفكر الا بكوننا دولة منتجة للنفط، ولولا الحصار لما شهدنا ارتفاع في يعني معدلات الانتاج الزراعي لكي نواجه الحصار. انا اذن كلامك صحيح، ولكن هذا بعد 1958. نعم، قبل 1958 كانت السلطة تفكر بمستقبل العراق وتبني من أجل المستقبل. كانت قد خصصت للميزانية الجارية 30% ولمجلس الإعمار 70%. انقلبت المعادلة بعد انقلاب 58. لا أسميه انقلاب ولا اسمه ثورة. بعد 58 انقلب الوضع، فأصبح للموازنة الجارية 70% وللتنمية 30%. بمعنى أنه تركنا موضوع بناء الاقتصاد العراقي وكرسنا مخدومية الراتب للموظف، وكرسنا الموازنة الجارية والإنفاق الجاري للاستهلاكي. إذن من ذلك التاريخ العراق يسير باتجاه الانحدار الاقتصادي بشكل تدريجي. كنا نصدر قبل 58 بحدود 4 ملايين طن بين قمح وشعير إلى إنجلترا. نعم. وكانت صادرات العراق معروفة ومشهورة في بريطانيا العظمى. نعم. كنا كبلد تقريبا نسد معظم احتياجاتنا، صحيح بمستوى هذا طبعا عندما كنا، بس هو اساسا ما الضير اذا اعتمدنا على تصدير النفط ونحن نصدر اليوم 3.8 مليون برميل يوميا. اخذ منك الاجابه لكن بعد هذا الفاصل. فاصل مشاهدينا ثم نعود واياكم، فابقوا معنا. عدنا وياكم سادتي المشاهدين في هذه الحلقة من برنامج الشعب ينتظر، وأعود إلى الدكتور همام الشماع. وأساسا سألنا يعني وين الضير إذا اعتمدنا على النفط وإحنا نصدر يومية 3.8 مليون برميل، وين المشكلة؟ أنا أقيس على الرقم خيالي، رقم كبير. لا، من أصبحت الصادرات تصل إلى 4 مليون، وربما إذا احتسبنا ما يهرب قد تصل إلى 5 مليون. على كل لا توجد أرقام دقيقة. أنا أود أن أعرج على نقطة ذكرتها قبل قليل. نعم. وهي كرة الثلج أو الحلقة المغلقة. هل كرة الثلج سوف تستمر بالكبر؟ الجواب نعم ولا. نعم إذا لم ينتبه شعبنا إلى أن مفتاح التغيير أو المصباح السحري هو في انتخاب من يخدم العراق. المشكلة سياسية معناها. المشكلة سياسية، لأنه ما حدث من هدر في الأموال، أنا بدأت بمقدمة تشير إلى كيف حدث هذا الهدر في الأموال وأين ذهبت هذه. الآن الموضوع أصبح معقد، لديك جيش من الموظفين، لا يمكن أن تقول لهم اذهبوا إلى بيوتكم لأن الدولة لا تستطيع أن تدفع. عليها أن تستمر بالدفع، عليها أن تستمر بإعادة الأعمار، عليها أن تعالج نتائج التصعيد الطائفي الذي أو العمل الطائفي الذي بدأته واختطته
في 2013 و2014، والذي كان من نتائجه استضافة داعش في بعض مناطق العراق وتدمير المدن العراقية وتدمير. إذا كرة الثلج لا يمكن أن تكسر إلا إذا بدأنا بحلها سياسيا. اقتصاديا نعم، إذا كان هنالك من الشرفاء والمخلصين هنالك الحلول، ولدينا ربما فسحة من الوقت أن نلحق أن يعني نتخطى تحدي الزمان، لأن الزمان لا يعطينا إلى ما لا نهاية. أمامنا وقت محدود جدا لكي نعالج اقتصادنا. البلدان هاي المعالجات مثلا دكتور سوف نتطرق إليها. نعم، بلدان مثل الإمارات وبلدان تحسبت لليوم الأسود الذي فيه سوف يبطل النفط كمصدر للطاقة، ولكن النفط سوف يبقى مادة لأكثر من 4000 سلعة صناعية بالبتروكيمياويات، وهذا ما يقوله الكثير من الخبراء. العراق ليس خالي من الموارد الإضافية التي يمكن أن تسند الاقتصاد العراقي. فقط أقول السياحة الدينية، العراق في موقع سياحة دينية لكل الأديان السماوية والأديان حتى غير السماوية والطوائف على مختلف تشرذمها في العالم الإسلامي والمسيحي. العراق يستطيع أن يستقبل اليهودي والمسيحي والشيعي والسني في مقدسات لكل هذه الطوائف، وهذه ممكن أن تدر إيرادات أكثر مما يدره الحج على المملكة العربية السعودية. لدينا الزراعة، إذا ما استرشدنا بالطرق العلمية لاستخدام المياه وبالتالي زيادة المنتوج الزراعي. لدينا اليوم نعاني من مشكلة في المياه. نعم، لأن لهذه المشكلة. ويبدو أن نبوءة برميل نفط أمام برميل من المياه ربما ستتحقق. لا قريبا. أتمنى أن لا تتحقق، وأتمنى أن تلتفت. نحن نشاهد مظاهر الجفاف في جنوب. نعم، ولكن ومنها نحكم. ولكن هنالك مياه جوفية كبيرة جدا في العراق، لا أحد يحاول أن يغور إلى أعماق الأرض لاستخدام هذه المياه. نفس الكلام دكتور، عفوا يعني انتقل الى الدكتور خطاب، نفس الكلام نسمع احيانا ويمكن ذكرناه يعني عرضا انه سعر برميل النفط يتضاعف 7 مرات في حال اذا تم تكثيره، واكو دراسات تقول لك سعر برميل النفط قد يصل الى 100 مرة بجد اذا قدرت احلله وافصل كل المكونات اللي صنع. موجوده به. نعم، ببرميل. واحنا اليوم نطالع بدايات المدن الصناعية، بدايات المدن النفطية، وأول ما نشوف طبعا احنا نفرح، لكن هاي فرحة هي بالحقيقة هي مأساة. نفرح لما نشوف لهبة الغاز وهي مشتعلة، والله هاي المدينة النفطية الفلانية، تتلقاك الروائح زين، الروائح مال هاي المحروقات، ونتصورها هي مصدر فخر. هي مو مصدر فخر، هاي تأكد على عدم وجود تخطيط من أجل استثمار هذه الطاقة. وثلاث أرباع العراقيين اليوم إذا مو كلهم اليوم يعانون من موضوع الطاقة الكهربائية، وهي أقدر أحولها من طاقة حرارية إلى كهربائية أبسط شيء. نعم، حضرتك تفضلت تطرقت إلى أكثر من جانب. الجانب الأول هو سعر النفط وارتفاع سعر النفط، يقودنا إلى تحليل أو توضيح العوامل التي تؤثر على سعر النفط. بالتأكيد سعر النفط هو كسلعة استراتيجية تتحكم بعوامل وقوى العرض والطلب بالسوق الدولية. فكلما زادت كميات الإنتاج من المصادر شرق الأوسط أكثر شيء وبحر الشمال، كلما بالتأكيد المفروض ينخفض السعر. أيضا هناك عوامل أخرى تؤثر على سعر النفط، هو مستوى أداء النشاط في الدول الصناعية المتقدمة في الولايات المتحدة ودول أوروبا واليابان والصين. كلما كان هنالك رواج اقتصادي، تحسن اقتصادي، كلما زاد بس الطلب. بس هذا لحد الآن مأسرني ما دام النفط عندي هو نفط برميل نفط. نعم، أبيعه كنفط وها هي خلاص. نعم، إذا كان 130 وإذا كان 100 وإذا كان 60 وإذا كان 10. نعم، لا عندي وعندي. نعم، وزارة. نعم، اسمها وزارة النفط. نعم، وزارة عظيمة، عندي ناس خبراء. نعم، تحليل وغيرها. زين ذولا وينهم؟ أوكي، بس خليني أكمل موضوع سعر النفط والعوامل. نعم، فبالتالي التحكم بسعر النفط
امر صعب جدا. هنالك ايضا عوامل سياسيه اثرت وتؤثر على اسعار النفط. نعم. بعض الدول التي لديها مصالح مع الغرب تؤثر على سعر النفط في سبيل ان يبقى ضمن حدود معينه تخدم الدول المستهلكه الرئيسيه. نعم. انتهينا من سعر، فبالتالي السيطره على سعر النفط امر مستبعد بالنسبه. نعم. لدول منتجه صغيره. حضرتك تطرقت لموضوع الهدر وموضوع التكرير. بالتأكيد النفط بشكل الخام، النفط الأسود بشكل الخام، الكرود أويل بالتأكيد سعره أقل بخمس أو عشرة أضعاف سبع قبل تكريره، سبع أضعاف بالتأكيد. نعم. وإذا أريد أكثر أن يحصل تكرير أكثر وأطلع طبعاً مواد من هذا النفط، فأني قد أصل بي إلى 100 ضعف قد سعره أنا. وين نعم. معامل التكرير؟ نعم. وين الخبراء؟ للأسف وأنا دولة نفطية من مع أول برميل النفط. للأسف واحد من المشاكل التي يعانيها القطاع النفط العراقي هي مشكلة التكرير والمصافي. عندنا مصفى بيجي هو أكمل سنة 78 دكتور مطلع، بعدها توقف، يعني توقفت عملية التوسع وصيانة وتنمية القطاع الواقع على حالة. وللأسف مصفى بيجي رحمه الله جاءت حرب داعش وشفنا كنا الأضرار التي تعرض لها هذا المصفى. الآن احنا دائما يكون عندنا تفاؤل، وأنا شخصيا متفائل. اليوم أكو حركة، هناك حركة لصيانة المصفى ولإعادة تشغيله، وبالفعل المواد بدأت تدخل، المواد الاحتياطية والمواد حتى يصان المصفى. اليوم القوات الأمنية استلمت زمام المبادرة لحماية المصفى، وأنا على قرب من المصفى، المصفى بيجي بدأ العمال والمقاولين بدأوا عملهم في لإعادة تأهيل المصفى. واليوم التقيت في أحد المهندسين قال لي في نهاية هذا الشهر، بداية الشهر القادم، مصفى صلاح الدين اللي بطاقة إنتاجية 70,000 برميل يومين سوف يبدأ بالإنتاج. خط النفط من كركوك إلى مصفى بيجي وصل. نعم هذا يعني هو بادرة إيجابية وتفرحنا، لكن هي بالتأكيد هي أقل من الطموح وبعيدة جدا. لا لا لا، هي أقل من الطموح بكثير. نعم. يعني أنا أقل من الطموح بكثير، خاصة على واقع محافظة صلاح الدين اللي يبيق. نعم. كلام خاص مع حضرتك، لكن نعم. خل أرجع إلى الدكتور. نعم. همام. دكتور همام، يعتقد البعض أنه اليوم أكو عصا سحرية اسمها الاستثمار بالعراق. الكل تعول اليوم على الاستثمار بالعراق على اعتباره منقذ. يقول لك اليوم الطاقات اللي تجيني من برا، الطاقات البشرية والعقول وكذا، تجي تستثمر بالعراق أفضل، وأنه هو العصا السحرية حتى يقدر ينقذ العراق وينتشل من هذا الواقع الاقتصادي المر اللي هو بصراحة مر. يعني إحنا بلد غني لكن كل شيء ما مستفادين. فيقول لك المستثمر يجي بإمكانياته وبظروفه. وطبعا حضرتك تدري أنه مؤتمر المانحين بالكويت اللي أقيم أخيرا في يعني وسط هذا الشهر كان يحمل مثل هكذا بوادر. برأيك الاستثمار اليوم فعلا هو الحل الناجع للعراق لتحسين مواد، لأجل بناء منشآت جديدة، لأجل استيعاب هذا العدد الهائل من العاطلين عن العمل مع وجود عدد هائل من الموظفين المعطلين عن العمل؟ واحد من المصابيح السحرية هو الاستثمار من قبل القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي. نعم. ولكن الاستثمار يحتاج إلى بيئة، هذه البيئة غير موجودة بوجود البيروقراطية المتعسفة الشديدة. كنت أظن أنك ستقول بوجود داعش ربما، لكن فاجأتني بالبيروقراطية. نعم نعم نعم. ال- 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 أي مشروع الآن يريد أن ينجح عليه أن يدفع أتاوات لكثير من دوائر الدولة. إذن مكافحة الفساد شرط أساسي من أجل النهوض الاقتصادي. الفساد مستشري، مرض عضال، سرطان يسري في الاقتصاد العراقي. لم تتخذ الإجراءات على الرغم من أن رئيس الوزراء وعد منذ أكثر من 3 أشهر بأن يتخذ الإجراءات. لم نلمس إجراءات قوية وإجراءات حاسمة في هذا المجال. الاستثمار الخاص يجنب الدولة الدخول في المزايدات والسرقات والاختلاسات، لأن الدولة عندما تدخل في ميدان استثماري دائما هنالك لجان مشتريات وبيروقراطية شديدة، وبالتالي تأخر
أضف لذلك أن هنالك السرقات التي أصبحت متاحة، فالاستثمار الخاص يعني المستثمر لا يسرق ماله وإنما يبني. علينا فقط أن نوجه أن تكون هنالك جهة نظيفة شريفة تقوم بتوجيه الاستثمار نحو المجالات المناسبة، وتستطيع أن تخلق من هذا الاستثمار الفرصة البديلة لجيش الموظفين العاطلين. جهة اقتصادية بحتة لا علاقة لها بالسياسيين. نعم. إيه يجب أن تكون جهة اقتصادية بحتة لا علاقة لها بالسياسيين. ويعني هذا يأخذنا إلى يعني إلى شيء. وتكلمنا عن مؤتمر المانحين، يمكن كانت أكو هواجس من المجتمعين في مؤتمر المانحين بخصوص دعم العراق. أكو هواجس إلى الآن، خوف من يعني من أنه أين ستذهب هذه الأموال، ويمكن هو هذا السبب اللي خلانا كنا نشعر بخيبة أمل من الرقم اللي سمعناه ممنوحا مقرضا. يعني لو كانت بشكل منح نعم، ولكنها هي قروض، في معظمها قروض وائتمان قدم إلى الدولة، ولكن لا نعرف ما هي الشروط التي سيقدم بها. سوق الاقتراض، سوق التمويل الدولية مفتوحة، يعني لا نحتاج أن نعقد في فبراير اجتماع في الكويت ليعلن عن قروض للعراق. سأضع خطين على في فبراير. نعم نعم نعم، هذه أنا لا أتحسس من هذا الموضوع، ولكن أثار حساسية لدى الكثير من العراقيين، بحيث حولوا إلى مؤتمر الاستجداء أو غيروا التسمية إلى مؤتمر الاستجداء. هو ليس استجداء، من حق العراق، ضحى وقاتل داعش دفاعا عن العالم، أن يحصل على العون والدعم، ولكن أن يكون هذا الدعم بشكل قروض. العراق يستطيع أن يقترض، واقترض، ولدينا قروض كثيرة. نحن لا نريد القروض، نحن نريد التسهيلات الائتمانية بالشروط الميسرة جدا، بحيث يستطيع العراق أن يسدد هذه الأموال من خلال الاستثمارات. يعني نعم، نحن لا نريد قروض لتمويل الموازنة، نحن نريد قروض لإعادة البنى التحتية، لإعادة الحياة الاقتصادية، وهي تدر الإيرادات التي تسد أصل القرض، وبالتالي لا تشكل عبء على الاقتصاد العراقي. جميل جميل، هذا ما نريده من الدول الأخرى، ما نريده منا كعراقيين. دكتور خطاب، يعني اليوم أنا عندي محافظات دخلها داعش، هذه المحافظات يعني أنهكت اقتصاديا، بناها التحتية دمرت، قسم منها دمرت بالكامل، لم يبقى منها شيء، قسم منها يعني لا بأس بوضعها. هذه المحافظات تطلب ميزانيات، مع احتمالية إقرار الموازنة قريبا، تطلب ميزانية مال 4 سنوات. لو صرفت هذه الميزانيات وبحكمة وبعدالة، ألا يغنينا هذا عن مؤتمر مانحين وغيره وغيره؟ بالتأكيد المحافظات التي تعرضت للحرب وكانت ساحة للحرب مع داعش دمرت البنى التحتية فيها بشكل واضح ومؤكد، وتحتاج إلى أموال كبيرة. باعتقادي مثل ما تفضلت حضرتك، بعض المحافظات هي أصلا لديها مستحقات على الدولة، ومع ما تطلبه عملية الإعمار من أموال كبيرة هنا ومع ما حجب وما سرق يعني من أموال المهجرين بصراحة، أيضا أرقام كبيرة يفترض اليوم أن تسخر لخدمة هذه المناطق وإعادة بنائها. لكن أين هي من أموال، يعني من أين هذه الأموال، أين ذهبت؟ هي يفترض اليوم أن تكون مدخرة، هذه الأموال يفترض أن تكون موجودة، ميزانية لنينوى، ميزانية لصلاح الدين، ميزانية للأنبار. نعم. ميزانية لمناطق من ديالة، ميزانية لمناطق من كركوك. المفترض أن تكون مجمدة أو يعني أرصدة موجودة. أجي أنا اليوم أطلب 3 سنوات، أنا بالمحافظة منكوبة، محافظ أو غيرها، أطلب مال 3 سنوات والرابعة على الطريق، تعال عمي انطيني هاي الميزانيات، مالي لا مؤتمر مانحين ولا خلفة على حد، مع احترامنا لأي دولة مشاركة. نعم، لكن دكتور وياي تبادل. نعم أستاذ أنس، لكن حجم الدمار وحجم الاستثمارات المطلوبة لإعادة البنى التحتية، لإعادة الحياة، الكهرباء، الماء، المدارس، البيوت التي دمرت، كلها يعني تشكل أرقام كبيرة حقيقة. العراق بالرغم من الحديث عن الفساد وعن الهدر، كنا في حرب مع داعش، يعني مثل ما حكينا في البداية. نعم. منذ الشهر السادس 2014 أسعار النفط انخفضت من 109 دولار إلى 30 دولار. نعم. فبالتالي جزء كبير من الموازنة العامة
أو من إيرادات العامة تلاشت ولم تكن موجودة، ويضاف إلى ذلك الحرب وتمويل الحرب. يعني ليس لدي الحقيقة معلومات دقيقة عن تكاليف الأسلحة والذخائر التي كانت تستخدم القوات الأمنية، وعن المصروفات الرواتب للجيش وكل بعد ما ذهب أغلب السلاح اللي أخذ سيطر عليه تنظيم داعش وغرب وذهب إلى جهات متعددة، احتاج إلى ميزانيات تسليح يعني. لكن معقولة ميزانياتنا التشغيلية والاستثمارية وغيرها؟ هذا يقودنا لهذه المحافظات المنكوبة. هذا اليوم مطلب شعبي. هذا يقودنا إلى 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 ما أريد مؤتمر مانحين، ما أريد أحد ينطيني، ما أريد صدقة على من رأس أحد. هذا أنا هاي فلوسي ومضمومة بدولتي، هذا شيء بين شيء عراقي. يفترض أن تصرف هذه الأموال من الموازنة ومن الإيرادات العراقية. لكن هذا يقودنا إلى نقطة تفضلت بها حضرتك والدكتور أيضا، هي مسألة التخطيط. التخطيط كان غائبا حقيقة خلال فترة تحسن أسعار النفط، خلال فترة 2009 10 إلى 13 لما كان سعر برميل النفط 109 دولار، حصلت طفرات في حجم الإيرادات العامة، لكن للأسف لم يتم تشكيل أو تأسيس صندوق وطني لوضع مبالغ اللي استخدامها اثناء الحرب والطوارئ. يمكن دكتور همام عنده راي اخر بخصوص المبالغ التي يفترض ان تكون مدخره لهذه المحافظات التي نكبت. هي لم تدخر، انا لا اعتقد ان هنالك ادخارات وضعت تحسبا لما بعد حرب داعش. اعتقد كانوا يفكرون ببنت اللحظه، كيف يعني نطرد داعش فقط، كيف نوفر الموارد. الآن انتهت داعش والإيرادات لحسن الحظ تحسن بعض الشيء إيرادات النفط، ولكن نعم. إعادة الإعمار لا تتم عن طريق الدولة يعني. نعم. يا أخوان أنتوا لو لاحظتوا في مؤتمر الكويت على الشخصيات التي ذهبت كنت أشبههم بالذئاب التي تبحث عن الخراف التي يمكن افتراسها. يعني الآن أي مبالغ تخصصها الدولة، تخصصها الموازنة لهنالك ذئاب مفترسة تكشف عن فكيها لاستلاب هذه الأموال. أنا منذ فترة طرحت مشروع التمويل للقطاع الخاص. كيف؟ يعني إعادة بناء الدور والمنافع الخاصة في المحافظات التي تم تحريرها لا يمكن أن يتم خلال الدولة. هنالك قروض تمنح ويعاد رهن العقارات، ومن ثم هذا الرهن يعاد تمويله على أساس دولي بطرق التمويل الدولي المعروفة اللي تسمى إعادة تمويل الرهن العقاري. نعم. وبالتالي نوفر الأموال لإعادة بناء المدن المنافع الخاصة. بسط لنا الموضوع حتى الشعب يفهم. إذا نعم راح أبسط، يعني المواطن الذي لديه دار مهدم يحصل على قرض، ولكن هذا القرض مقابل رهن العقار. نعم. هذا عندما يعيد بناءه وفق التدرج في البناء قيمة العقار ترتفع، فنقدر قيمة العقار التي سيكون عليها بعد إعادة إعمار. يصدر سندات من البنك الممول، يصدر سندات بقيمة العقارات المرهونة لديه. هذه السندات تسوق في دول وفي أسواق مالية، تحصل هنالك من يشتريها لأنها مدرة للفوائد. نعم. فنحصل على أموال جديدة، هذه الأموال الجديدة تضخ مرة أخرى. هذا من جانب توفير التمويل. نعم. من جانب العوامل الداخلية، عندما ينفق مواطن على إعادة بناء داره أو المنافع الخاصة العائدة له سوف يشغل عمال، العمال سوف يشكلون طلب، سوف يشتري مواد، سوف يشتري يعني مواد مصنعة محليا. السوق سوف تبدأ بالحركة، وهذه الحركة سوف تخلق التمويل والأموال، سوف تستقطب الأيدي العاملة تدريجيا، تنتهي البطالة، يبدأ الاقتصاد بالانتعاش.
هكذا يجب أن نفكر. هي سلسلة إذن، سلسلة وسلسلة سهلة جدا وبسيطة جدا. سهلة تبدو لك. لماذا لا تشرع الحكومة لفعل مثل هكذا أمور؟ يا أستاذ أنا لا أعتقد أن هذه يعني فكرة بهذه البساطة، وأن سوق الاقتراض هو موجود ومفتوح. هي ليست حكرا عليه، ولكن لا يوجد من يريد أن ينفذ هذه الأمور، لأن في تنفيذها سوف تحجب عنه مصادر العمولات والفوائد والسرقات والكوميشنات. إذا أنا بدأت حديثي أنه المشكلة تكمن في هذه الديمقراطية المزروعة. إذا لم نختار من يمثل هذا الشعب بشكل جيد في الانتخابات القادمة، سوف يبقى الحال على ما هو عليه. وأعتقد أن خلال 15 سنة القادمة النفط ستنهار أسعاره مرة أخرى إلى الحضيض، إذا لم نبدأ ببناء اقتصادنا ونستفيد من الفرصة التي أمامنا. الاستفادة ستكون من خلال العقول التي تستطيع إعادة بناء الاقتصاد العراقي، وليس العقول التي تتاجر باسم الدين وبمختلف ألوان العمائم التي تظهر في فترات الانتخابات. هذه هي الشروط الأساسية لإعادة بناء الاقتصاد العراقي، وليس بالكلام الآن. والله أنا حقيقة مجرد أنه سمعت هذا الرأي من حضرتك ارتاحت، لأنه لما نتكلم نريد نحط لك خصوصية شوية دكتور. نعم. يعني خطاب بعد أن الدكتور همام بخصوص محافظة صلاح الدين. نعم. محافظة صلاح الدين محافظة عانت كثيرا، مدمرة وفيها منشآت اقتصادية. اليوم المنشآت الاقتصادية هي ربما قسم منها حتى معروض للاستثمار، قسم منها بناء وموجود وده ينتج وحلو، لكن ماكو ايد تساعد تعينه. يعني عندي مثلا شركة أدوية سامرة اليوم للأسف. وهي شركة منتجة وإلى الآن تنتج، ومع هذا لا لا يعني لا توجد معونة حتى ربما من بعض الوزارات التي لا تستقبل أدوية سامرة، اللي في مقدمتها وزارة الصحة. العقود إلى الآن تعتبر عقود ضعيفة. عندي مصنع صلاح الدين في الدور اللي كان سابقا يعني شركة صلاح الدين العامة، للأسف تحول إلى مصنع تابع لمجموعة من الشركات مكونة لشركة واحدة. شركات بيجي أيضا المعروضة للاستثمار، ومع الطاقات البشرية الهائلة المدربة اللي موجودة في كل هاي الشركات. اليوم احنا بصلاح الدين وين رايحين؟ اقتصاديا للأسف الظروف التي مرت بها محافظة صلاح الدين بالخصوص فترة داعش. نعم. تركت آثار كبيرة ووخيمة على الاقتصاد. نعم. اليوم نسب البطالة بالعراق عموما وفي محافظة صلاح الدين تتراوح بين 40%. نعم. لدينا أعداد كبيرة، جيوش من العاطلين عن العمل. نعم. معظمهم من أصحاب الشهادات وشهادات العليا. نعم. اليوم الجامعات تخرج الآلاف سنويا بدون وظائف. الحديث عن الموارد التي يمكن تنميتها، معروف أن محافظة صلاح الدين تتميز بكونها من جانب بها موارد زراعية كبيرة. نعم. لو تم استثمارها. جنوب محافظة صلاح الدين، سامراء، بلد، كل هاي مناطق زراعية لو وجدت الدعم الحقيقي ليكون فيها نتاج زراعي يعني بمثابة النفط. نعم. هذا الجانب. الجانب الآخر جانب المشروعات العامة مثل ما تفضلت حضرتك. نعم. شركة الأسمدة هي مشروع ضخم وعملاق، لو أعيد إلى الحياة ينتج باليوم 1000 طن من الأسمدة، وهذا مورد كبير جدا طبعًا. وفرص عمل لآلاف العمال والموظفين. للأسف تم طرحها للاستثمار بطريقة غير صحيحة وتم خصخصتها. يفترض الخصخصة والاستثمار للمستثمر عندما يقوم بإنشاء مشروع جديد. نعم. وليس مشروع وطني قائم على قومي قائم ينتج باليوم 1000 طن أجي ينطيها الشخص المستثمر. وللأسف تعثرت قبل داعش وحصل بها فساد ومشاكل وتوقفت المرتبات، واليوم هي متوقفة وتعاني من ويعاني هاي وحدة ويعاني موظفينها الأمرين. فأتمنى من وزارة الصناعة حل مشكلة أسمدة البيجي وكل الدول العراقية. الوضع بعين الاعتبار أنه الخصخصة لا تتم على مشروع وطني قائم، الخصخصة ودعم القطاع الخاص على مشروعات جديدة. اللي يجي يبني من جديد أقدم له الأرض، أقدم له القروض، أقدم له التسهيلات وخليه يبني قطاع خاص. أما أنه يتم بيع القطاع الخاص للمستثمر
شفنا تجربة الأسمدة في محافظة صلاح الدين. نعم. عندنا المصفى بيجي هو من المشروعات الضخمة، لو تم إعادته إلى الحياة سوف يساهم مساهمة كبيرة في إنعاش الاقتصاد في خلق فرص عمل. أدوية سامراء لو حصل تعاون سوف آتي. نعم. لا سامراء، لأن أنا عشت في سامراء لسنتين. نعم. كنت في جامعة سامراء وعندي تصور كامل عن الوضع في أدوية سامراء. فمصفى بيجي ننظر بعين الأمل والقريب جدا إن شاء الله على أنه يتم استعادة العمل فيه وإعماره. هذا الإعمار مثل تفضل الدكتور، عملية الإعمار وضخ الأموال سوف تولد موجات أخرى، يعني نسميها بالاقتصاد. نعم. المضاعف النقدي، لما يتم ضخ مثلا مليار دينار إلى السوق سوف تخلق فرص عمل ربما في 5 مليارات، لأنه الفلوس ما راح توقف يم. نعم. المقاول سوف ينفقها وتستمر وتخلق موجات أخرى. فبالتالي مصفى بيجي إذا بالفعل بدأ العمل به، إذا ما استمرت عملية عمارة سوف تخلق موجة من الإعمار ومن الانتعاش ومن جميل. فرص للجميع. أتي إلى مصنع سامراء، والحقيقة مصنع أدوية سامراء، والحقيقة الأمر به مؤسف جدا. يعني وزارة الصحة للأسف، ولا أريد أن أتهم أحدا، أنا كنت في سامراء وكنت ألتقي ببعض المدراء وبعض المحاسبين، وكانوا يقولوا لي الأدوية مقدسة عندنا، يعني نعم. معروف على مستوى العراق. نعم. أي صيدلاني يقول لك أدوية سامراء أحسن من الصيني، أحسن من الهندي، فعلا ناجحة جدا، و موادها الأولية من مناشئ رصينة خاصة بالمنتجات الحاكمة. أحد الزملاء نعم قال لي يعني بدأت نصنع الأدوية والحكومة ما تريدها، وزارة الصحة ما تريدها، مطلبة منه، فبدينا توقفنا عن لسبب إيه، لأنه لسبب أنت دا التعامل. نعم. لا أنت دا التعامل بالسوية بين المنتج الوطني والمنتج اللي دا يجي من الخارج، يعني يجي من الهندي ودا يجي. وسألت عن السبب. لا مو هذا السبب. سألت عن السبب، قال لي السبب لأنه الفاسدين إذا اشتروا من عندنا راح يشتروا من عندنا بصك، بينما إذا استوردوا من الخارج يعني راح تكون كوميشنات. ما بين المؤسسات الحكومية ماكو عمولات. ماكو عمولات. فهذه قطعكم شنيه ماكو. وانا انا انا اعتقد انا اعتقد نعم بالأمن انه هذه جريمه يجب ان يحاسب عليها القانون. عندما انا اكون وزير او مدير عام وهنالك صناعه وطنيه ناجحه، عندما اتجاوزها واروح استورد من الخارج، انا اعتقد هذه جريمه يجب ان يحاسب عليها القانون. بين يدي كل وزراء اذا كانوا يريدون فعلا ان يشجعوا هذا الشعار الذي سمعنا عنه كثيرا، صنع في العراق، فعليهم اولا ان ينظروا إلى أدوية سامراء، ربما وقت ينتهى. نعم. أنا أشكركم جدا أستاذ الدكتور هوام الشماع الخبير الاقتصادي، كنت ضيفة برنامج الشعب ينتظر، شرفتنا أستاذ العزيز، والدكتور خطاب الضامن الباحث الاقتصادي. شكرا جزيلا لهذه الروح الطيبة وهذا هذه الفكر الشبابي الجميل. الشكر موصول لكم أيضا أحبتي المشاهدين. في الختام تقبلوا تحيات كادر العمل وتحياتي أنس عبد الرحمن وتحيات المخرج عبد الرحمن الراوي، وننوه بأن حق الرد مكفول لكل السادة والذوات الذين ذكرت أسماءهم في هذه الحلقة، ولو تلميحا، حتى نلقاكم في أمان الله.